مش نعطيك تراه ممثلين تاع ستاند ابيت، اعطيني كل واحد حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه عليه. يلا مراد انت تو ماكش في التلفزه، يلا لطفي العبدلي حاجه باهيه حاجه خايبه؟ حاجه باهيه. ليش اعطيني كاركتير باهي او يضحك حقته عليا، انا ما عنديش حق نعطي رايي انا. رايك ما رايي اذا كان انت عندك نفس النسخه السيئه نتاعي. ريت ما وريت المشكله وين معناها انا كي قلت حاجه باهي وليت انا فوتوكوبي نتاعه. شوف سيدي معناها انت 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 مبرمج انت. اسمعني حتى قلت للناس كي انت انت اسمعني اذا كلمك حكم شرك على شويه معك شويه عاد اللي لطفي العبدلي لا يدافع على الفساد. يا ولدي دخلها بعضها يدخلك منها يخرجك من الفساد. يدافع على متعفن. يا ولدي اسمعني تعرفش تفهم ريت حتى انت 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 حتى الفرق بين شو شو حتى الفرق حتى الفرق اسمعني 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 انا بدي نفس نقعد نحكي معك انت راهو نحكي معك نحكي معك شويه اسمعوا شوي اسمعوا شوي حسيت روحي قاعد ليه مذكره تكميليه شوف شوف شويه يا حسن شويه ليه ما تروحش عليك روح على الكونسيبت هكا يا احمد ازاي في روحك عليك جاوب كونسيبت الحصة شنو هو؟ لا اخويا كنت نجم قعدتك ساعة تحكي وحدك راهو وروى تشرب تكون واحد شبيني انا شو؟ بيك لحظة بيك عملت انا يا حاج سي عادل لحظة بيك لحظة سي عادل لحظة سي عليكم لحظة يا ناس شو ليه مريم لحظة كلمة يلا بيك لحظة البرتمان بدلت الفقرة لا لا برافو انا الجمله دي نقولها راه باهي قولها واحد اخرى لحظه هي باهي قولها باهي لطفي العبدلي شنو اللي يعجبك فيه؟ والله يعجبني في انسان خدم على روحه عمل ايه ودي خلينا نحكي راه في عمل على روبو هذا يا ولد قوم انا حقي يا شنو قوم انا قبلت تعرف الوحيد قبلت شنو قبلت جيت لدارك انا شنو قبلت كيما دار يا ولدي قاعد اسمعني اسمعني يا ودي نعطي في رايك انا في خاقومة لا لطفي العبدلي خايب نقعد شنو شنو نعمل انا ما فهمتش توا قول ايش تحب شوف انا قوم علاش قوم مش باهي هاك معانا هاك معانا لا ما تقولش يا عادل بالله يقعد لحظة لا شوف كمل معانا يا عادل مازال ما درتش لا ما تقولش لا بدل تصويرك لطفي بدل انا قبلت على مضض برشا حاجات مش مشكل اسمعني انا الاصل فيك وتجيبني درجين مسالش خويا درجينك هاو شرط ويقول كلمتين نمشي نروح باهي وانا قبلت خويا يقعد بحذايا وذاك خويا من حقه فقط انا ما نحبش تخرج تصويرتي في حاجه مبتذله خلقوهم نقعد بحذا الجمهور لا لا سعاد نحيل سعاد 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 لطفي العبدلي مش مبتذل ولكن قعد تحكي 40 دقيقه راك انا اللي نعطي في رايي اعطيني درجي شو اعطيني 5 دقائق اعمل روحك ما تسمعش اعمل روحك ما تسمعش لا بدل التصوير وانا نقول يلا